عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات مهرجان التميز في اليوم الأول لسن الثنايا، المسافة 8 كيلومتر. المتميزين قدموا هنا على أرضية ميدان المرموم، بنشاهد وياكم الأثارة والتنافس في هذا الشوط، شوط الثنايا البكار. المهجنات الأصايل مسافتنا 8 كيلومتر تكفي للتغييرات والتبديلات، حتى خط النهاية والسبوق تفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان. وبنسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط اللي نوافيكم بالنتائج أول بأول. أرى الآن في المركز الأول الشاهينية للسيد مسفر بن عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات، ترى العين تندفع إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. وفي المركز الثاني اليذابة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الثالث الطيارة للسيد خليفة بن راشد بن سرداح الاجتبي. وفي المركز الرابع الشاهينية، في المركز الرابع العنود وصلت عينها على مقدمة هذا الشوط، لكن العين عندها كلام ثاني. العين والعنود، المعركة طاحنة للغاية. العنود والعين، العين ردت الآن، انتقلت إلى مقدمة هذا الشوط للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. العين تودي السلام لأهل العين، صباح الخير يا أهل العين، صباح الخير على هذا الأداء الجميل الذي قدمته العين هنا على أرضية ميدان المرموم. سلام عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم. وعلى الهواء بثا مباشر تهانينا للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على فوز العين بالمركز الأول. العنود في المركز الثاني للسيد دريب بن سالم بن عيد الشمري. المركز الثالث اليذابة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الرابع حشيمة للسيد حمد بن خليفة بن شاهين بن صلاف المرر. وفي المركز الخامس غنايم للسيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول العين إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 8 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وكل افتخار. 13 دقيقة 12 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني. العنود، ها هي العنود، 13 دقيقة 15 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد دريب بن سالم بن عيد الشمري، والذي وصلت في المركز الثالث. اليذابة وصلت في المركز الثالث 13 دقيقة 17 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد فهد بن طحنون الهاجري، تهانينا للجميع والناموس. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا مع حضراتكم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. شكرا للزميل